الفنانة دينا حيكون: إصابتي بسرطان الثدي لن تجعلني أستسلم وأنا متفائلة بالشفاء. انشغل الوسط الفني أخرا بإعلان الفنانة دينا حايك عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، ولم يكن الفنانون وحدهم الذين شغلهم هذا الخبر وأقلقهم حول التطورات الصحية التي تمر بها، مقدمين لها كل الدعم، إنما أيضا محبو النجمة وجمهورها الذين ساندوها ووقفوا بجانبها متمنين لها الشفاء من المرض واستعادة عافيتها التامة. حاورت دينا التي تحدثت عن مرضها مطلقة في الوقت نفسه رسالة توعية للسيدات المصابات بالمرض: كيف كان وقع خبر إصابتك بسرطان الثدي عليك؟ أنا في كل عام أخضع للفحص الروتيني، وصادف أنني نسيت أنني كنت قد خضعت للفحص قبل 6 أشهر من تاريخ اكتشافي المرض، إذ قصدت المستشفى وكأن شيئا بداخلي حثني على الذهاب والخضوع للفحص. وعندما رأتني الطبيبة فوجئت وأخبرتني أنه لم يمض وقت طويل على خضوعي لتصويري، ولكن عادت فقالت لي: ما دمت أتيت فلنجري الفحص وتصبحين تتبعين الفحص الروتيني بالتاريخ الموافق نفسه في العام المقبل. وبينما كانت تجري الفحص اكتشفت شيئا ما لم تخفني بادئ الأمر، وقالت لي إنه من الممكن أن يكون شيئا عاديا وليس من الضروري أن يكون سرطانا، ولكن طلبت مني أن أخضع لصورة RMA، وإثر ذلك ظهر أن هناك ورما، وكان الأمر بمنزلة صدمة غير متوقعة. ولاحقا بدأت التفكير ماذا علي فعله. خضعت لعملية جراحية لإزالة الورم، ثم بدأت العلاج الكيميائي وبالأشعة، لأن نوع السرطان الذي أصابني عنيف وقاس وينمو بفترة قصيرة، لذلك انتشر بقوة خلال 6 أشهر من فترة خضوعي للفحص الروتيني. صدمت بادئ الأمر، هل تمكنت من استيعاب الموقف؟ لا أحد يتوقع إصابته بالمرض الذي لطالما كنا نسميه هيداك المرض من دون أن نأتي على تسميته أو تناول سيرته. دائما المرء يعتقد أنه بعيد عنه. تفاجأت فور إبلاغي بالنتيجة، وصدمت بادئ الأمر، ثم فكرت بالخطوة التالية التي علي القيام بها. هل يا ترى سأخضع للعلاج الكيميائي أم لا؟ وعندما علمت أنه علي الخضوع للعلاج الكيميائي، سألت إن كانت هناك طريقة بديلة. هي صدمة كبيرة للمتلقي، لا سيما كيف سيخبر أهله، خاصة أنني فكرت بوالدتي. هو موقف صعب وليس أمرا سهلا يمر به المرء، ولكن بالتأكيد علينا تقبل الموضوع وتسليم أمرنا لله وأن نفعل ما بوسعنا. أنا متفائلة في الحياة، ولكنني ضعيفة تجاه أي شيء يمس عائلتي، ولكن لست كذلك تجاه نفسي. لست شخصا يخاف أو موسوسة، أتقبل الأمور كما هي، ولكن إذا تعلق الأمر بعائلتي أخاف عليهم. من أكثر شخص خفت اطلاعه على مرضك أمي بالتأكيد، وهي علمت في وقت متأخر بعد خضوعي للعملية الجراحية. لدى بدائي بالعلاج الكيميائي شعرت بأنني أشكو من شيء ما، وكانت تسألني مما أشكو، وكنت أتهرب من الإجابة إلى أن علمت بالأمر. الحمد لله تقبلت الموضوع، وهي الآن بجانبي وتساندني وتدعمني. تابع المزيد. نور تدعم محاربات سرطان الثدي، صوتنا يصل بعيدا. لكل سيدة تمر بلحظات ضعف، ما رسالة القوة التي تمنحينها إياها بعد تجربتك؟ بالتأكيد أتفهمها ولآن أكثر، لأنني أمر بنفس ظروفها، ولا أستطيع أن أقول لها لا تحزني، فهي من حقها أن تزعل، لأن هناك أوجاعا تصاحب العلاج الكيميائي وتعاني من تعب جسد ونفس، ولكن أقول لها عليك أن تقوي على هذا المرض بمقدار ما تستطيعين، والأهم العامل النفسي، وأن تبقى محاطة بأشخاص إيجابيين ويحبونها ويعطونها معنويات، لأن المعنويات مهمة جدا. وأكيد أدعوها للصلاة، وأن يكون إيمانها بالله قويا. بصفتك شخصية معروفة يصل صوتك أسرع لكل سيدة ترفض الحديث عن مرضها أو تحاول إخفاءه، هل تشجعينها على البوح؟ المهم أن تكون مرتاحة مع ذاتها، ربما تشعر بأنه أفضل لها ألا تعلن عن مرضها. في وضعها تشكو السيدة من تعب النفس، المهم أن تتقبل الموضوع وتكون محاطة بأشخاص يريحونها.
ربما بعد شفائها قد تتكلم عن تجربتها، وربما تكون إحدى صديقاتها تعاني من المرض نفسه فتعمل عندها على تقويتها. ربما نحن نختلف لأننا فنانون وصوتنا يصل بعيدا، ربما هي صوتها يصل إلى محيطها. وإذا كانت قادرة بمكان معين أن تكون سندا لأحد آخر فذلك جيد. أعود وأكرر، على الإنسان أن يكون مرتاحا ويختار بنفسه ما يريد أن يفعله كي لا يشعر بأنه تحت ضغط نفسي. كم أنت مرتاحة، ولكن في بعض الأوقات أكون متعبة، فأنا لا أستطيع أن أقول إنني جبل، ولكن أعود الحمد لله وأقوي نفسي وأريد أن أستمر.